وتلك العلبة الفاخرة من الشوكولاتة السوداء كانت وجبة دسمة لعصافير طفولتي. كيف لا أحبها اللذيذة كما سمروات بلادي، وكيف لا أركض من جديد في جنون البريد. ها أنا أخاطب سياج صمتي، لا أحد يعرفني، يعيد لي أحلامي المتسللة خارج وجعي. هي عليسة فقط من ترسم خطاها قرب مساءات الغروب الجميل، تلك التي كانت هنا قبل قليل تنشط شعري المبعثر، تبتسم قليلا في حيرتي، برفق تأخذ بيدي المرتجفة تسير بي هناك في اللاحدود. فأنا لم أعد أثبت طريق نحوي حين خانتني المنعجات. قالت لي عليسة هامسة: غدا سيخجل الوجع من عينيك حين تلتقين الفصول المراوغة هناك في اللاحدود. لابد للوقت أن يعلن تمرده، فمن قال سنعود قبل أن نفتح نافورة للهذيان وننثر بعض الحروف على الشاطئ الحجري. حين قبلت عليسة الأرض المضطدة، كتبنا معا وصيتنا لمعابد قرطاج واستندنا على أسوار المدينة. فكيف نقنع الصمت بالكلام ونقبل لغة الجدار؟ آه يا عليسة، لم فقط يدرك المسافرون كيف تبتل مناديل الدموع بعدهم ويبكي الياسمين على شرفات الوداع. فلا تسأليني كم جنيت من هزيمة حين أخذتني الخيانات في غفلة المواعيد، ولمحت جميع جنائز العشاق في المشهد الأخير للرحيل تطير نحو السماء. تعالي عليسة، سنستعيد الآن اسم التفاح في حكاية تطفو على الموج وتختفي فجأة في عمرك. شكرا.